رأيكم، عايز اعرف انت فعلا لو يعني فعلا لو حد فيكم حصل على الموقف ده هيعمل ايه؟ هيعمل الصح ولا الغلط؟ ولو عمل الغلط واتقبل وعدى، وعمل السلام الصح وما عليكم. اتقبلش لا تنسوا ماذا الاعجاب يحصل؟ بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بتكلم النهاردة على الحلقة عن موضوع حصل معايا شخصيا، فهنحكي مع بعض. وشكرا للناس اللي عملت مشاهدات والناس اللي عملت متابعة، وشكرا لكل واحد عمل لي متابعة ولايك واشتراك على الاعلانات الممولة او غير الاعلانات الممولة او اقتراحات الفيديوهات اللي بتطرحها على اليوتيوب دلوقتي. ولكن هنتكلم على مشكلة الناس اللي بتزعل لما بتعمل الغلط وبتزعل لما بتعمل الصح. يعني ايه؟ يعني لما انا عملت الغلط زعل، ولما انا عملت الصح زعل، فانا اعمل معايا ايه؟ مش عارف. تعالى احكي لكم ماذا حدث النهار امبارح معايا. في حاجه اسمها دراسه، انا بروح حاجه اسمها دراسه، تمام؟ الدراسه دي يعتبر شغل انا بجيب منه فلوس. ففي مشكله حصلت بسيطه، انا فكرتها بسيطه بصراحه، لقيت الموضوع كبير شويه. ولكن تعالى نحكي مع بعض يعني ايه دراسه. الاول دراسه دي مكان، مركز تحاليل احنا بنروح فيه وبنعمل اسمه ايه، فحص على الدم. يعني في دراسه بتتعمل على دواء، الدواء ده قبل ما ينزل السوق بيختبروه على بني ادمين عشان ياخد موافقه من وزاره الصحه والسكان. دي شغل الرزق اللي انا دلوقتي بقى شغال عليه، وكذا حاجه جنبي، حاجه بتسند وبتساعد وبتسد ديون. ده اول حاجه. احنا المفروض مطلوب مننا ان احنا بنصحى الساعه 6 الصبح. تعمل ايه؟ اول حاجه بتعملها ان انت بتسحب منك عينه الدم، وبعد كده بيتقاس الضغط. انا سحبت عيني الدم ودخلت على الدكتور بتاع قياس الضغط، ما لقيتوش موجود، فرحت دخلت على السيري استنى لحد ما يجي. اول ما الدكتور جه وعبال ما قمت لقيت في زحمه حواليه، فدخلت عشان اعرف يعني هقيس الضغط ولا لا. فقال لي ايه زحمه؟ قلت لا اروح اقعد على جنب وبعد شويه ابقى اجي تكون الدنيا هديت شويه عشان ما بحبش الزحمه. بعد شويه رحت عشان يقيس لي الضغط، فبيقول لي انت متاخر ليه؟ هو نادى عليا يعني المقاس الضغط، مقاس ضغط يعني متاخر ليه؟ قلت له والله انا جاي من بدري. قال لي هو في تفرق ان اللي بيصحى الساعه 6 واللي بيصحى الساعه 8؟ قلت له لا انا صاحي الساعه 4 ونص عشان اسحب، وانا اول واحد مركب الكانون، وجيت لقيتك مش موجود في الاوضه فقعدت جوه استنى لحد ما تيجي. لما لقيتك جيت لقيت عليك زحمه، فقلت استنى عشان انا ما بحبش اللحمه. يعني ما بحبش اللحمه بالبسيطه كده وبالبلدي، يعني الزحمه اللي بتتعمل على مكان وانت عارف ان انت هتاخد حاجتك، هتاخد حاجتك انا ما بحبهاش. يعني كده كده انت هتاخد حاجتك، ايه لازمه انك تعمل زحمه؟ فهو ده النقطه. لو قلت له ما بحبش اللحمه انا بحب الفراخ بهرج معاه. هو دكتور اسمه دكتور بكر، وانا بحبه جدا وكويس ومحترم، مفيش اي مشكله ما بيني وما بينه خالص. اعتبر تاني دراسه ليه، بس انا شفته قبل كده ما فيش مشكله ما بيني وما بينه. واي مكان انا رحت فيه دراسه او مكان اي مكان اشتغلت فيه محدش اشتكى مني، ولا حد اللي قال لي الذوق ولا الادب ولا اي حاجه، الحمد لله تمام. ولا ما عنديش دم. احكي لكم القصه دي، استنى تفهموا في الاخر ليه بقول الكلمه دي. بعد كده جت تاني مره برضه نادوا اللي عايز يقيس الضغط، دخلت لقيت زحمه، بعد طبعا بيسحب منها كام سحبه لقيت زحمه. رحت خارج قاعد مستني لحد ما الدنيا تهدى، يلا يا جماعه اللي مقاس الضغط رقم 20. رحت قايم وقال لي انت كل شويه هتتاخر. هو زعلان، قلت له انت مالك زعلان ليه حضرتك؟ والله انا جيت بس لقيت زحمه، فانا ما بحبش اللحمه بحب الفراخ وبهرج. بعد كده رحت دخلت وقست الضغط، هو سكت مفيش مشكله. تالت مره بنقيس الضغط قبل ما نتغدى. فدخلت بقى قلت هعمل زي ما الناس ما بتعمل، يعني هعمل الغلط. انا كنت بعمل الصح، هو الدكتور على بكر مش عاجبه، فبعد وانا واقف فقلت لهم يا جماعه معلش عشان دكتور بكر بيزعل، فانا دكتور موجود دكتور بكر اهو. ما ردش علي، رحت قعدت على الكرسي قبل اي الناس اللي حواليا اللي واقفه قبليا وقعدت. راح واحد بيقول لي ما هو انت كده ما ينفعش، يعني ما فيش احترام للناس اللي واقفه، انت كده ما عندكش دم. قلت له يا عم شكرا بس عشان دكتور بكر ما يزعلش مني. الدكتور بكر راح قاس لي الضغط وكل حاجه وخلصت. جه على ميعاد الغدا، اللي هو اللي كان زعلان قوي مني ده اللي هو كان معايا في الاوضه قعد مع الدكتور، لقيت الدكتور بكر بيقول يا جماعة ايه اصل في ناس ما عندهاش دم بتقعد قبل ناس، رمى الكلمه.
رحت انا كنت قاعد جنبه او يعني جنبه قريب من حاجه اسمها ترابيزه كده بتاعه الغدا، رحت باصص له كده وقلت له يا دكتور بكر انا سامعك وشكرا. قال لي ما انا ايوه بقول لك انت، قلت له ما انا عارف، انا بقول لحضرتك شكرا جدا. هو حب يحرق دمي وانا طبعا يعني انا ما عملتش حاجه غلط، فانا حرقت دمه بالذوق وبالادب وبالاخلاق. جيت النهارده بقى وانا المفروض في سحبه بسحبها الصبح، في سحبه بنسحبها الصبح كده، ورحت في واحد اسمه يوسف هناك، هو شاب صغير، هو بيسحب مننا السحبه. تمام، هو بيسحب مني السحبه، راح بيقول لي انت بتزعل الدكتور بكر ليه؟ فحكيت له ان انا نفسي حكيت لكم ده مش هحكي تاني. فبعد ما حكيت له بيقول لي حاول ما تزعلش دكتور بكر، دكتور بكر لو زعل مش هيدخلك اي مكان تاني. لا قلت له بص حضرتك، اول حاجه انا ما بتهددش، تاني حاجه انا ما غلطتش فيه، تالت حاجه الارزاق على الله. ليه؟ دي حاجه بس كده انا حبيت اوضحها له، ووضحتها له بطريقه وحكيت له انا كنت شغال ايه وايه وايه وايه، وقلت له الرزق ده بتاع ربنا، وقلت له حاجه حلوه قوي ابويا الله يرحمه علمني اللي يشتمني اقول له ربنا يسامحك. طبعا الكلمه دي احنا لما كنا بنقولها واحنا صغيرين كانت عيال صغيره وكانت بتقول لك ايه ربنا يسامحك لمحك، مش فاهم ليه يعني. انا بصراحه حتى الكلمه لحد دلوقتي انا مش فاهم يعني ايه لمحك، انت بتغلط في مين؟ مش عارف، استغفر الله العظيم يا رب يعني. تاني حاجه قلت له امي برضه اكدت لي على المعلومه دي، وانا محترم ما بغلطش في حد، ما بحبش الغلط، ما بحبش اغلط في حد كبير قد والدي، وتعلمت الادب والاخلاق كويس وشكرا. قلت له الارزاق بتاعت ربنا وانا رزقي ما بيقفش على حد. خلص الموضوع على كده. ايه رايكم انتوا؟ انا عايز رايكم. انا عملت الصح طلعت وحش، عملت الغلط طلع ما عنديش دم، عرفت بقى ان الصح هتفضل فيه وحش، ولو عملت الغلط مش هيعجب برضه الناس، هي دي المشكله. انا مش متضايق ولا زعلان، بس انا حبيت اطلع اعمل الفيديو ده في برنامج عشق الروح، لان يعني برنامج عشق الروح ده هيتكلم على كل حاجه عن الحياه، فالروح دي اي حاجه روح هنتكلم عنها، اي حاجه بقى يعني بعد كده. فما تنسوش لايك واشتراك في الجرد على اليوتيوب، تعمل لي متابعه على الفيسبوك، متابعه على كواي، على تيك توك، على كل منصات التواصل الاجتماعي اللي انا هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف او على الفيسبوك او في اي، فكله هيبقى في الوصف يعني، في الفيسبوك اليوتيوب مع التيك توك. لو نزلت فيديو صغير من ده هتلاقيه موجود برضو عندك، او نزلته كله بس لما احدث النت، او نشوف هينزل امتى الفيديو ده. ما تنساش لايك واشتراك في الجرس، ومتابعه في كل منصات التواصل الاجتماعي، لايك في لايك اشتراك وتفعيل الجرس على قناه اليوتيوب، ولايكات واكسبلور على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات القصيره. ما تنسونيش اخوكم صهيب بركات كان معكم، وتنسوش اللايك والاشتراك في الجرس وتعليق حلو عشان نعرف بس الموضوع ده لو حصل مع حد فيكم هتعمل فيه ايه. منتظر رايكم، عايز اعرف انت فعلا لو يعني فعلا لو حد فيكم حصل مع الموقف ده هيعمل ايه، هيعمل الصح ولا الغلط، ولو عمل الغلط واتقبل وعدى وعمل الصح وما اتقبلش ماذا يحدث. منتظركم، سلام.